حياكم الله مشاهدينا، نرحب ونلتقي معاكم اليوم في فقرتنا الأمنية، ودائما نتمنى الأمن والسلامة على الجميع، ولكن نحتاج من الجميع الالتزام بالقانون، والقانون ما وضع إلا لسلامة الجميع. يسعدني التواصل معاكم مع زميلي المقدم شاري السمحان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير المقدم عثمان، ونمسي على جميع إخواني مشاهدين برنامج مساء الخير يا كويت. ويمكن اليوم موضوعنا جدا مهم يهم إخواننا المواطنين والمقيمين، وأيضا نودنا ننوه أيضا على ضرورة التزام والاستمرار بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وأيضا نبين دور المؤسسة الأمنية في دعمها لجميع المراحل التي تتخذها طبعا الدولة فيما يهم وفيما يخص جائحة كورونا ودعمها لمكافحة هذه الجائحة. نعم مشاهدينا، الجهود متواصلة وفق الإجراءات المتبعة، ولكن أيضا دور كبير لكل مواطن وكل مقيم بالتزامه بالتعليمات والتزامه، خاصة في ما يعني يدور حول قرارات مجلس الوزراء بشكل مستمر وشكل متجدد، ويمكن دائما أن نتابع هذه القرارات ويتم تطبيقها على أرض الواقع، ولكن الحاجة الرئيسية هي التزام الجميع بهذه القرارات من أجل المصلحة العامة. نعم طبعا، سعي معالي وزير الداخلية في تطبيق طبعا خدمات أكبر وتسهيل أكثر على جميع الأخوة المواطنين والمقيمين، وكانت مبادرة ب يعني وضع تعليمات خاصة بتواجد جميع السادة الوكلاء المساعدين المختصين من طبعا الإدارات الخدمية والقطاعات الخدمية بتواجدهم في مواقعهم في فترات المسائية من كل يوم ثلاث. نعم، يمكن الجهود اللي تقوم فيها وزارة الداخلية بتعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية من أجل مصلحة الجميع، ويمكن كان أمس المقدم شاري تطبيقها على أرض الواقع لقرار سيدي معالي وزير الداخلية الخاص في التواجد الميداني لكبار القيادات والوكلاء المساعدين في المؤسسات الخدماتية، وأمس كان الاستقبالهم اللي هو من ست كل ثلاثاء الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، وأيضا إشرافه وتواجده في تأكيد على التطبيق هذه الآلية حسب ما يتمناه جميع منتسبي وزارة الداخلية، ويخدم المصلحة العامة لمستمعينا لمواطنينا ومقيمينا. يمكن المقدم شاري ضيفنا اليوم أيضا راح يشرح للمستمعين ما هي الإجراءات. يسعدنا التواصل مع مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، مساك الله بالخير أبو عبد الله. مساك الله بالنور، حياك الله استاذ عثمان، يا اهلا وسهلا، حياك الله بالساده المشاهدين. طبعا ودنا نوضح للمشاهدين ما دار امس من جهود امنيه وخاصه تواجد سيدي معالي وزير الداخليه على ارض الواقع لتنفيذ تطبيق قرار تواجد القياده العليا لاستقبال المراجعين. شكرا مقدم عثمان، شكرا مقدم مشاري على هذه الفرصه التي تم اتاحتها لوزاره الداخليه لتوضيح بعض الامور التي تقدم للجمهور الكريم بما فيهم مقيمين وايضا وافدين وايضا من غير محددين الجنسيه لمراجعه القطاعات الخدميه والتسهيل عليهم في انجاز معاملاتهم او المعاملات العالقه. هي بصراحه هي لفته كريمه من معالي وزير الداخليه الشيخ تامر العلي سالم الصباح، وايضا بتوجيهات ايضا من قبل متابعه من قبل وكيل وزاره الداخليه الفريق عصام سالم النهام، وصدر تعميم بالتسهيل على المواطنين للوصول الى القيادات العليا في وزاره الداخليه الوكيل المساعد لكل قطاع خدمي بما فيهم الاداره العامه للمرور وايضا الاداره العامه لشؤون الاقامه وايضا الاداره العامه للجنسيه والجوازات بما يخدم هذا المواطن والمقيم والجمهور الكريم. تستطيع حاليا في اي معامله لك في الاداره العامه للمرور، سواء كان مشكله في رخصه القياده، مشكله في المركبه، مشكله في المخالفات، تستطيع ان تراجع شخصيا الاداره العامه للمرور في مقرها الشويخ، وتدخل على وكيل القطاع المتواجد لخدمتك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء كل مساء ثلاثاء من كل أسبوع. أيضا تواجد القيادات العليا أيضا في الصالات التي تخدم المراجعين في الفترة الصباحية، يعني هذا وكيل القطاع بانتظارك متى ما كانت عندك معاملة عالقة، سواء أيضا في موضوع الإقامات، ونحن نعرف أن موضوع الإقامات يشغل كثير من إخواننا المقيمين في دولة الكويت. تستطيع أيضا أن تراجع
قطاع شؤون الإقامة وتقدم معاملتك وتعرف الحل من خلال وكيل القطاع. هذه خدمة إنسانية، خدمة فعلا من قيادة سياسية، قيادة أعطت صلاحية لكل شخص أن يتقدم لهذه الإدارات الخدمية لإنجاز معاملته أو النظر في معاملته العالقة. نعم العميد التوحيد، تفاعل الأخوة المواطنين وتواجدهم يوم أمس، هل كان في قبول وهم كان في يعني ترحيب في هذا القرار والتوجيهات التي صدرت بتسهيل عليهم، وهل كان في أيضا يعني تسهيل أيضا على إجراءات الوصول وكيفية وضع المواعيد وأيضا الشرطات الصحية التي تتخذها هذه القطاعات بالفترات المسائية؟ نعم طبعا كان هناك أيضا قبول كبير من قبل المواطنين والمقيمين، وبتواجد أيضا رأس الهرم في وزارة الداخلية اللي هو معالي وزير الداخلية في أول يوم كان حاضر في هذه القطاعات، وتم الإشراف على عملية استقبال المراجعين، وكان هناك فعلا مجموعة من المراجعين تقدموا معاملاتهم وتم إنجازها من خلال وكيل القطاع. طبعا نقول حق كل شخص مثل ما قلت في البداية إن ما كانت عندك معاملة عالقة، وخاصة موضوع المخالفات وموضوع رخص القيادة وموضوع يتعلق في الإدارة العامة للمرور أو شؤون الإقامة، تستطيع أن تتقدم بمعاملتك إلى وكيل القطاع أو الوكيل المساعد للقطاع للنظر في معاملتك. نعم كل الشكر والتقدير مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، وإن شاء الله أيضا لنتواصل آخر مع برنامج مساء الخير الكويت لتوضيح أكثر لهذه المبادرة الإنسانية التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.